لو سمحت انا كنت عايزه ابلغ عن الناس مضايقني وعمالين يصوروني ويعملوا حاجات غريبه كده وانا مش فاهمه بيعملوا ايه. هو ايه اللي حصل في ايه؟ في ايه؟ ثواني. طب ثواني ثواني في ايه؟ بتعملي ايه؟ طب انا قاعده في كافيه على وسط. بتعملي ايه؟ طب بتعملي ثواني ثواني عمالين يصوروني. ده برنامج برنامج والله والله برنامج. بتستاذني؟ ده برنامج. ما هو ما دي مفاجاه بس والله العظيم مفاجاه. انا على الطريق على طول على وسط الدرج يا فندم. فين؟ ثواني بس ثواني بس. انا فاهمك والله العظيم بجد ما بتكلمش. انا فاهمك. ده برنامج واحنا انا عامل لك رسم والله. انا بس عامل لك رسم وعامل لك مفاجاه بس خاطر فرحه كبيره. طب ممكن بس تكلمه؟ طب ثواني. اي فندم. اي فندم. هو بس حضرتك بس احنا قاعدين. ده برنامج احنا عاملينه بس احنا قاعدين. مين معايا؟ انا يا فندم. انا قاعد برسمها يا فندم. انت الصف اللي بتضايقها؟ لا انا مش بضايقها. ده برنامج احنا عاملينه حضرتك فاهمني. وده بس كنت عاملها رسمه عشان لا فرحه. لا 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 انا مش فاهمك. انا لما اجي لك هفهم بقى ايه موضوع البرنامج يا فندم. احنا ده برنامج احنا عاملينه عشان بس نفرحها بيه. ده مفاجاه. وحتى انا هي شفت الرسمه نفسها والفيديو نفسه. انا بصور اهو دلوقتي. اسمك ايه؟ محمود. طب محمود ما ترغيش كتير واديها التليفون. واي كلمه واي حركه هتعملها زياده طب يا فندم. هو حضرتك فاهم غلط اصلا. ده برنامج يا فندم. حضرتك شايفه صورتك ايه؟ اخر تحضير بقوله لك اديها التليفون دلوقتي. اتفضل يا فندم. طب خلاص يا محمود واقف طيب خلصانه. طب احنا بجد ده برنامج. طب انا طب يا فندم وحضرتك بس هتيجي تعمل ايه يا فندم؟ مش فاهم. طب انا يعني هاجي اخدك انت والراجل اللي بيصور معاك ونساين بقى في الاسم نشوف. طب انت ايه؟ طيب ثانيه يا محمود. في هناخدك انت والراجل اللي معاك. طب يا فندم خلاص مفيش كلام. الكلام انت اديها التليفون. طب ده على فكره برنامج احنا عاملينه عشان بس نفرحك بيه والله العظيم. بص الرسمه ايه والله. لا 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 يا فندم. طب خلاص احنا ماشيين. خلاص خلاص احنا ماشيين. لو انت حابب خلاص احنا ماشيين. خلاص والله خلاص. اقفل يا احمد رسول. طب انا بس عايز افهمك حاجه بس والله العظيم بجد والله. يعني بص حضرتك يعني بص انا يعني احنا قاعدين اصلا فعلا برسمك والله العظيم. يعني بصي يعني دي فعلا رسمه فاهم. وده فعلا برنامج بس كل غرض ان احنا نفرحك. لا 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 المفروض اصلا تحرم انك تعمل ده. يعني انت اصلا ده غلط. المفروض تستاذن الناس قبل ما تصورهم قبل ما تعمل اي حاجه. ما هي دي مفاجاه. انا لو انا افرض انا مش جاهزه اتصور. افرض إيه؟ انا مش عايزه اترسم مش عايزه اتصور. استفاد ايه بالمفاجاه؟ لا استفاد ايه؟ ما هو انا بس ما ينفعش اقول لك. يعني بس كل فكره انا لو قلت لك بس فجاه تبوظ. وانا جيت بعد كده اسندك ومش عاجبك التصوير قولي مش هنزل. احنا ما ننزلش عادي يعني براحتك. طواني ليه من الاول اصلا؟ طب خلاص اوكي. يعني احنا ممكن بس نمسح البرنامج خلاص دلوقتي. انا اصلا مش فاهمه. هو جاش لحد دلوقتي احنا هنمسح خلاص البرنامج. لو هم ده خلاص احنا هنمسحه خلاص اوكي. حصل خير يا فندم. بقول لك خلاص حصل خير. لو كده كلمني. انا اسمك ما تتكلمش معايا. الو الو. هو حضرتك فين دلوقتي؟ احنا جايين في السكه جوه الشقه طلبه. تمام. ممكن تعدي على اي كشك بس تجيب لي البامبرز فيلا. اي بس انت عامله دايت واحنا قلنا مش هنعمل هناكل حاجات ما يعني. عادي يعني ان عايز اكل لبان. نجيب لي اللي معاكي لبان وانت تاكلي حاجات تانية. عايز لبان؟ عايز حاجه من الكشك؟ حد عايز حاجه؟ هو ده مين ده؟ صاحبي يعني. ايه؟ صاحبك؟ قولي له هنجيب لك معانا ايه من الكشك؟ كشك؟ عايز ايه؟ نفسك في ايه؟ حاجه؟ حد عايز حاجه؟ هو انت صحاب غيرها يا استاذ؟ هو انت صحاب؟ ما انت لازم تخمن بقى اللي انت بتعمله ده. بجد ما ينفعش. تعيش صحاب غيرها يا استاذ. يعني بجد انا مش عارف اقول لك بجد حاجه والله العظيم بجد. يعني انت لوحدك اللي بتعمل بقول لك ايه. وش جايب الوان ومزرق انا اسمع علي مش محمود بس طالما الموضوع خلاص تمام. انا اسمع علي مش محمود. هو وديك في ده يا ولد. طب هو اصلا شغال ايه هو بجد؟ هو مهندس كمبيوتر عادي. انت المفروض تستأذن قبل ما تصور حد. هقعد لك هناك زي ما كنت قاعده. مكسوفه من نفسك زي ما قلت. جاي تشوفيها؟ انا هقوم لها. ايه رايك؟ ايه ده؟ الله. لا الصراحه انا شبهها ولا لا رسمه؟ لا شبه بجد والله. طب الحمد لله. بص طيب. شفت انت خليتيني اشيل البني ادم الطيب اللي جوايا واخلي شرير بس. خلي بالك بقى عشان هتلاقي ناس اشر مني كتير قوي. ممكن اشر منك مفيش. انت الليفل بتاعك مفيش زيه والله العظيم بجد.